أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يا الله. أكبر. Thank you for being here. I just finished a long meeting with Secretary Blinken. Before that, I met with the National Security Advisor, Jake Sullivan, discussing the situation back home in Israel and the relations with the United States, and most importantly, the hostage deal that needs to be taken. Israel needs the hostage deal and the end of the war, and no political process or political turbulence should affect the hostage deal. We have to bring them back home. اللهم لك الحمد والشكر. تم بحمد الله في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة اسقاط طائرة من نوع MQ-9. أول المواطنين يقولون بحريق الطائرة الأمريكية. الطائرة الأمريكية تسقط في جوار كلبة مخدرة مديرية الحدائق. هذه من الأجهزة هذا ما متبدل عملين ماضي نجاوب هذه بقايا الصاروخ بحمد الله كان فيها 8 صواريخ، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت امريكا وكل صناعته بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القوة الصاروخية اصبحت امريكا رمادا. لا اشبح بس اشبح اخروا من الصارف هذا يا ابا الحاميه يا اخي بتودني لعند حاجه هذا الصاروخ صور امريكا وهي قاميه تحرق ابوها لا يتقدم ثم بفضل الرجال والقوة الصاروخية اسقطنا طائرة امريكا. الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للاسلام. لبيك يا رسول الله.